عقب لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، حمل عضو تكتل لبنان أولا النائب نبيل دفريج مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان إلى الفريق الذي أوقف عملية الإصلاح والرؤية الاقتصادية التي كانت مرسومة في مؤتمرات باريس 1، 2، و3، منتقدا أداء وزير العمل شرب النحاس. يلي عنده هو رؤية اقتصادية جديدة للبلد وعم نسمع. أنا بدي بس أذكر أنه هذه الرؤية كانت موجودة بين السنة 98 وسنة 2000 بوزارة المالية بحكومة الرئيس الحص، والنمو الاقتصادي يلي كان 3 و4% بسنتين نزل لتحت الصفر، يعني 1 تحت الصفر و2 تحت الصفر. هذه سياسة قديمة وجربت وعطت نتائج كتير سلبية. دفريج توجه بسؤال إلى الحكومة حول الخروقات السورية للأراضي اللبنانية. معاهدة أخوة وتنسيق يلي صارت أيام مرحوم الرئيس الهراوي والرئيس الحريري، وأنه عم تطبق المعاهدة بمعنى أنه كل جيش من الجيشين لأسباب أمنية خاصة له حق يفوت، ولكن بموافقة الطرفين. نحن بدنا نعرف إذا عنده سبب، الحكومة السورية عندها سبب، هل طلبت من الحكومة اللبنانية رأيها؟ وإذا مضبوط، ليه الحكومة اللبنانية ما قالت للشعب اللبناني أنه عطت موافقتها أم عدم موافقتها؟ من جهة أخرى، أوضح دفريج أن القانون الانتخابي الذي قدمه إلى مجلس النواب يعطي الأقليات مقعدين إضافيين يزادان على المجلس، مشيرا إلى أن الدكتور جعجع يؤيد هذا الطرح ووعده بالمطالبة به.